صباح الخير سارة، صباح الخير عبد الله، ودائما منورين شاشة الإخبارية وبرنامج اليوم. يا أهلا فيكم، وبالتأكيد مثل ما ذكرت بالجرشي تتميز اليوم والتميز من وزير الصحة هذه المرة بجائزة التميز أو جائزة وزير الصحة للتميز بالتحديد التي حاز عليها مركز صحي 2 ببلجرشي. ليش وعشان ايش وش الفائدة من هالجائزة وش الأسباب اللي خلت مركز صحي 2 يكون هو الأول على مستوى المملكة ويحوز على هذه الجائزة للتميز؟ بيكون معنا الأستاذ عوض أبو بكر مدير مركز الصحي أو مدير مركز صحي 2 ببلجرشي عشان يتحدث عن هذه الجائزة اللي أنا شايلها الحين والسادة المشاهدين وسارة وعبد الإله يشوفون. أستاذ عوض أهلا وسهلا فيك، صباح الخير، يا أهلا وسهلا، ألف مبروك هذه الجائزة الجميلة، تقدر تشيل الحين، الله يسعدك، يعطيك العافية. مركز صحي 2 يتميز على مستوى المملكة، إيش اللي تميز في مركز صحي 2؟ ومبروك هذه الجائزة التي تحسب لمركز صحي 2 والشؤون الصحية في منطقة الباحة. الله يعطيك العافية، والله يبارك فيك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مركز صحي بلجرشي رقم 2 تميز من عام 1436 بتنفيذه للأنشطة الصحية والمبادرات للتوعية الصحية بتنفيذ عدد من الأركان التوعوية داخل المركز وخارج المركز، كذلك تفعيل الأيام العالمية والمناسبات الصحية في كثير من الأنشطة وكثير من المحلات التجارية وتجمعات سكانية مثل حشاشة العظام، اليوم العالمي لحشاشة العظام، كذلك توعية باليوم العالمي للسكري، سرطان الثدي. كذلك تميز مركز صحي بلجرشي رقم 2، وهذا قد تكون المركز الوحيد في يقدم هذه الخدمة، وهي خدمة جوال المركز. يوجد في المركز الصحي جوال خاص للمراجعين للاستفادة من خدمات المركز بالتوعية الصحية، ترسل لهم رسائل بشكل يومي، يختار موضوع صحي بداية الأسبوع ونتطرق لهذا الموضوع من الأحد للخميس، توعية شاملة، أعراض المرض مثلا من أمراض، طرق انتقاله، طرق الوقاية منه، كذلك يتاح لهم اختيار المواضيع، بعض المواضيع نطيحة. هذه فكرة جميلة أنت قلتها أستاذ عوض، الجوال يعني أي واحد يقدر يسجل فيه ولا بس اللي مستفيدين من نطاق المركز؟ هي خدمة خاصة بمراجعي مركز صحي بلجرشي رقم 2. كذلك تميز المركز بإنشاء صالة رياضية في متوسطة غامد، وهذا بعد عمل وجهد كبير في الفحص الاستكشافي للطلاب، تبين وجود عدد من الطلاب لديهم معدل سمنة عالي، كان من ضمن الحلول تبني إنشاء صالة رياضية في مدرسة، وقد يكون أول مركز على مستوى المملكة ينشي صالة رياضية في مدرسة في متوسطة غامد. أنا بسألك عن الجائزة، إيش 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 تعني لكم أنتم الجائزة هنا في مركز صحي 2 وبالتحديد عوض أبو بكر؟ ذكرت لك أن مركز من عام 1436 وهو يتبنى الأنشطة التوعوية والبرامج الصحية بالعمل التطوعي. الآن العمل التطوعي هو رؤية بلد 2030. الأخوان في مركز صحي وأبطال مركز صحي بلجرشي رقم 2 تبنوا هذا العمل التطوعي، قدموا بذلوا في جائزة الوزير معالي الوزير لهذا العام، تم الاستعداد لها بشكل كبير، نفذنا حوالي 23 عمل تطوعي، منها أركان توعوية عن التوعية بالسكر، توعية بهشاشة العظام، التغذية الصحية، عن كذلك الفحص الاستكشافي، تطعيم الإنفلونزا، كذلك تفعيل اليوم العالمي للإعاقة، تنفيذ برنامج صحة طفلك تهمنا، كثير من البرامج، كذلك داخل المركز بتفعيل اليوم العالمي أو التوعية بمكافحة التدخين. ولله الحمد مجموع الساعات التطوعية 8280 ساعة تطوعية قدمت من 90 متطوع، واستطعنا الحصول على جائزة معالي الوزير لعام 2019. الجائزة هذه تعني لنا الكثير، تعني لنا التكريم، وما لقيناه من الوزير من تكريم يكفينا فخر، خلاص يكفينا فخر إن شاء الله، ومحفز لنا إن شاء الله العمل في الأعوام القادمة، وهي تكفي أنها معالي الوزير.
والله الحمد. نعم أستاذ عواض، شكرا لكم، شكرا لما تقدمونه هنا في مركز صحي اثنين، وإن شاء الله كل المراكز الصحية في منطقة الباحة تقتدي بما تقدمون. تفضل. أشكر شركاء النجاح. نعم. لنا فريق أثر التطوعي، وفريق يضم حوالي 100 متطوع من طلاب وطالبات الجامعات وتخصصات صحية وغير صحية، كذلك الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالباحة، شركاء نجاح من الداعمين لنا من رجال الأعمال والتجار، وكذلك من المحلات التجارية والمولات، فلهم منا كل الشكر والتقدير. الله يعطيك العافية. شكرا الله. شكرا للأستاذ عوض أبو بكر مدير مركز صحي اثنين ببلجرشي الذي حاز على جائزة وزير الصحة للتميز. عبد الله سارة، حقيقة هذا العمل الكبير والدؤوب من المركز، أتمنى جميع مراكز منطقة الباحة أن تقوم على مثل ما تقوم بما أو مثل ما يقوم به مركز صحي اثنين. بالتأكيد كان في التكريم الأستاذ عوض أبو بكر، وتلقى الجائزة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع، أيضا بحضور مدير الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الأستاذ فهد المجماج. سارة عبد الإله. جميل، يعطيك العافية عبد الله. كنت معنا عبد الله الراشد للحديث حول مركز بلجرشي 2 وحصوله على جائزة التميز. يعطيك العافية. شكرا يا عبد الله.